رحيم وبه نستعين مع بعض في مديول 14 نتورك ترابل شوتينج، المديول الاخير في كورس النتورك بلس 2009 المقدم ليكم من عرب هاردوير دوت نت. الحقيقه النهارده عايزين نتكلم على بعض النصائح اللي هو حاطينها في شابتر كامل علشان نقدر ان احنا نبقى بنجيد ترابل شوتينج النتورك بقدر المعلومات اللي احنا عرفناها في النتورك بلس، لان بالتاكيد ترابل شوتينج النتورك في اشياء كثيره جدا ما تكلموش فيها في الشابتر باعتبار ان انت لسه دي خطوتك الاولى في عالم النتورك. الحقيقه قبل ما نتكلم احب بس اضيف جزئيه من عندي او هنت او تب من عندي كده، ان الخبره الاكثر او الخبره الاكبر بتحل مشاكل اكتر. يعني كل ما كان في سيناريوهات اكتر مع حلولها وده بيساوي الخبرة الكبيرة هتحل مشاكل كتير. دي فكرة الترابل شوتينج على الاقل بالنسبة لي. يعني بالنسبة للنصايح اللي بيديها بيقولك انت لازم تسأل نفسك 4 اسئلة لما تصادفك مشكلة في شبكة او يتصل بيك احد الموظفين يقول لك انا عندي مشكلة. الـ4 اسئلة دول ايه؟ السؤال الاول بيقول لك هل انت فحصت القائمة بتاعتك اللي بنسميها سوبر سوري سوبر سيمبل ستاف او بنسميها الاس اس اس؟ دي المفروض قايمة او لستة كده حتى ولو انت عاملها في دماغك، اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات البسيطة جدا، بسيطة قوي قوي قوي، يعني عشان كده سوبر سمبل. زي مثلا يجي واحد موظف عندك يقول لك والله انا الجهاز بتاعي مش شغال، ما فيهوش كهرباء خالص، ليه؟ مثلا الفيشة انبلاج، مش حاططها في مش حاطط كابل الباور في الكهرباء مثلا. الحاجات البسيطة دي هو بيقول لك لازم تهتم بيها في الاول وتسأل نفسك هل الموضوع، هل المشكلة بسيطة للدرجات دي؟ لان هي فعلا ممكن تبقى بسيطة للدرجات دي. السؤال الثاني، هل سبب المشكلة هو هاردوير ولا سوفتوير؟ يعني هل المشكلة اللي عندي دي مشكلة باور سبلاي في سيرفر ولا مشكلة في الريجستري بتاع الويندوز؟ هاردوير ولا سوفتوير؟ ده السؤال التاني اللي لازم نسأل نفسنا فيه واحنا بنحل اي مشكلة نتورك. السؤال التالت، هل المشكلة خاصة بورك ستيشن ولا بسيرفر؟ يعني هل المشكلة دي مشكلة ورك ستيشن قاعد عليه الموظف، ولا دي مشكلة السيرفر اللي بيخدم على مجموعة ورك ستيشن من ضمنهم ورك ستيشن الموظف؟ انهي سيجمنت، او بمعنى اخر وحطيتها سيجمنت خليني اقول سبنت احسن، انهي جزء من الشبكة عندي، جزء مثلا سي سبنت 10 3 اصفار هو اللي انفكتد بالمشكلة. لازم اعرف المشكلة بتاعتي موجودة على اجهزة، الاجهزة دول اي بيهاتهم ايه؟ هل كلهم في سبنت واحدة ولا في عدة سبنت؟ قالك كمان لو جينا نتكلم شوية على الـ4 اسئلة دول، قالك الحقيقة السوبر سيمبل ستاف زي ما اتفقنا ممكن ورك ستيشن مش بلاجد في الباور، كابل الباور مش موجود. احيانا بيبقى فيه اشياء اخرى ممكن نحطها ضمن لستة الاشياء البسيطة جدا او السوبر سيمبل ستاف اللي ممكن تبقى سبب في مشكله. يعني انا اذكر بس ممكن جالي واحد قال لي والله اليوزر نيم مش راضي يتكتب عندي، كل ما بكتبه واكتب الباسورد في مشكله، او الباسورد مثلا خلينا نقول الباسورد مش يوزر نيم، كل ما يجي يكتب الباسورد يحصل مشكله. اليوزر نيم موجود عنده في الويلكم سكرين مثلا في ويندوز اكس بي، ثم تكتشف ان هو الكيبورد قالب عربي، فتدوس بقى شيفت والت وتحوله للانجليزي وتكتب الباسورد بتاعتك. دي مشكلة بسيطة زي ما احنا شايفين.
او جالك اليوزر بيقول لك انا عايز اعمل حاجه وهو ملوش الرايت ان هو يعمل ده، ما عندوش رايتس، ما عندوش حقوق، ما عندوش بريفليج ان هو يعمل ده. او جالك موظف بيقول لك انا بحاول اخش، انا جاي بدري النهارده 8 ونص الصبح بحاول اخش، تقول له لا، ما هو السيرفر والدومين اللي احنا عاملينه ممكن يكون مظبط ان اليوزرز اللي هم الموظفين ما يبداوش يقدروا يعملوا لوجن على الدومين، ودي حاجات هتشوفوها في الامس اس اي، الا في ساعه معينه من 9 صباحا ل 5 مساء مثلا. فبالتالي انت لما تيجي تخش 8 ونص الصبح وتكلمني تلاقيني انا جاي بدري زيك، هقول لك انا ماليش دعوه انت ايه اللي بتقوله ده، لا خش الساعه 9 هتلاقي نفسك بتخش. خدتوا بالكم حاجات بسيطه جدا ازاي؟ ممكن يبقى في سيرفيس معينه، في مثلا سي في بي ان كونكشنز، ويوزر عايز يشتغل على في بي ان كونكشن ويقول لك انا مش عارف اشتغل، في عندي مشكله. فتكتشف انه والله انت الفي بي ان عندك الديفايس اللي هو شغال في بي ان، راوتر او ويندوز 2003 سيرفر او فاير وول وات ايفر، هو محدود بخمسه كونكشن في نفس الوقت في بي ان، فده جاي السادس، لا ما ينفعش حبيبي، هو اللايسنس بتاعته كده. في حاجات بسيطه جدا بيقول لك لازم تاخد بالك منها وانت بتحل القصه. الحاجات البسيطه دي مثلا لو جالي مثلا بيقول لك دايما لما يجي اليوزر بص على اليوزر نيم والباسورد، اتاكد ان هو كاتبهم صح، اتاكد ان هو الكابس لوك مش شغال. ساعات ممكن يجي لك اليوزر هو مش ايديوكيتد، مش ويل تريننج، يعني مش متدرب كويس، فهيجي يقول لك مشكله زي دي وهي تطلع بسيطه جدا. حاول انت تلوجن من ورك ستيشن تانية باليوزر نيم والباسورد، تشوف ممكن لو عملت لوجن تبقى المشكله ممكن ليها علاقه بقى باللي هو بيكتبه على الورك ستيشن بتاعته. من ضمن الاشياء اللي بينصح بيها برضو واللي ممكن تتحط من ضمن الحاجات السوبر سيمبل ستاف بس اللي لازم نركز فيها، الليد او ال اي دي اللي بتبقى موجوده في الديفايسز، يعني السويتش بيبقى فيه لمبه مولعه والكلام ده، المفروض ان احنا نشوفها. يعني فالليدات او اللمبه اللي بتبقى موجوده في السويتش او في الراوتر او في الدي اس ال مودم او في كارتة النتورك بتاعت البي سي بتاعتك اللي بتتقلب جرين او برتقالي بنسميها امبر، دايما اي ديفايس بيبقى فيه جايد، الجايد ده بيقول والله لو اللمبه دي بتنور اخضر بشكل متكرر يبقى في مشكله، لو بتنور برتقالي يبقى في حاجه معينه، لو في كده شويه سيكونس لازم ناخد بالنا منها. فبيقول لك انت لازم تتابع الجايد ده اللي بتجيب اللي جاي مع الديفايس عشان تبقى برضو انت ممكن الليدز ديت تقودك الى انك انت تقدر تعرف حل لمشكله معينه او تعرف ان في مشكله معينه في ديفايس او مشابه. فالحاجات دي ما تتركهاش يعني بشكل كأنه يعني هي حاجة بسيطة، لا هي مهمة جدا. دايما بيقول لك حاول تسأل اليوزر على ايه اللي هو عمله وايه التفاصيل اللي هو عملها وامتى اخر وقت كانت الخدمه شغاله معاه. زي هو بيقول لك انا مش قادر اخش على النت، طب انت اخر مره دخلت على النت فيها امتى، طب ايه اللي عملته من اخر مره لغايه ما عندك دلوقتي مشكله في عدم الدخول على النت، وهكذا. الحاجات دي بسيطه جدا بس بيقول لك اهتم بيها. فكره هي مشكله هاردوير او سوفت وير، او السؤال الثاني اللي بتساله لنفسك، فكرتها بكل بساطه ان لازم ابقى انا عارف السبب فين. احيانا ممكن يبقى سبب هاردوير، ممكن الهارد ديسك حصل له كرابتد او فيلد، المفروض ان انا يبقى عندي سوفت وير بيراقب حركه الانبوت والاوتبوت في الهارد ديسكات، في بيراقب حركه البرفورمانس بتاعه النتورك، بحيث تقدر تعرف يديك وورنينج مسج حتى يوم ما بيحصل فيلير او حتى لو متوقع ان في حاجه هتبوظ. يعني دايما دايما هيبقى حل الهاردوير مشكلته ماشي معاك في اربع حاجات، يا اما هتغير بعض الهاردوير سيتنجز اللي اتغيرت بالخطا في البايوس او في المشابه من سيتنجز خاصه بالهاردوير نفسه، او ان انت تابجريد تعريفات او ديفايس درايفرز، او انك انت تريبليس الحاجه البايظه دي خالص يعني،
وطبعا لما بنيجي عند كلمة ريبليس بيقول لك خلي بالك جدا، يبقى باك اب باك اب باك اب، لازم يبقى عندي باك اب، لان انا لو انا عندي ريبليس لحاجة يبقى انا كده بفقد البيانات اللي عليها، او هضطر اعمل ريكفر للبيانات اللي عليها. في كلا الاحوال العملية دي المفروض تتم بالتوازي مع عملية وضع هارد ديسك جديد ونقل نسخة كاملة باك اب حديثة مثلا ما بلهاش يوم على الهارد دوت عشان يقدر يرجع يشتغل عادي جدا. يمكن دي بتدفعني ان انا اقول نقطة خارجية، نقطة الفيل اوفر او فكرة الفيل اوفر، واللي مستخدمة في كل الديفايسز اللي ممكن نتكلم عليها، اذا كانت راوترات او اذا كانت فاير وول، وموجودة حاليا كمان وضعوها في الويندوز 2008، ان بقى في عندي حاجة اسمها الفيل اوفر كلاسترنج، ان لازم يبقى في حتى الديفايس ككل، يعني حتى السيرفر ككل في سيرفر زيه جنبه كده او في حته تانية بيشتغل باك اب ليه، لو وقع هو التاني هيشتغل. يعني فكره الباك اب مش بس اللي انت تعمل باك اب لبيانات، لا ده انت كمان يبقى عندك باك اب، زي كده عارفين لعيبه الكوره عندك لعيب اتصاب عندك واحد بديل هيحل بداله على طول، مش هنحس بفرق. هي نفس الحكايه برضه، عندك فار وول هيقع، عندك راوتر هيقع، المفروض في راوتر تاني هيشتغل بداله في لحظتها، عندك ويندوز 2008 سيرفر دومين كنترولر وقع، في ويندوز 2008 الثاني بنفس التشكيل بنفس التركيب بنفس السيتنجز شغال معاه في لوفر كلاسترنج وهيشتغل معاه. يعني السؤال الثاني قبل ما نروح للسؤال الثاني، بالنسبه للمشاكل دي دايما بنصحك روح على حاجه اسمها النولج بيس. النولج بيس هي قاعده معلومات كبيره جدا بتبقى موجوده في اي موقع محترم، يعني مايكروسوفت عندها النولج بيس بتاعتها، ممكن تكتب المشكله وتلاقي حلول لهذه المشكله وتلاقي ناس صادفتهم هذه المشكله قبل كده. ودي دايما انا بشوفها في ناس كتيره بتخش تسال في المنتدى على اشياء معينه، وبتبقى الاشياء دي حلولها موجوده على النت، بس لو هو عمل بحث بسيط، وطبعا ممكن بيبقاش متوقع ان المشكله دي صادفت ناس تانية، لا توقع ان المشكله اللي عندك صادفت ناس تانية كتير، لو بصيت على النت هتلاقي حلها. لو بصيت على النولج بيز بالنسبه للفندور اللي انت بتعاني في مشكله معينه مع برودكت بتاعه هتلاقي عنده هو حاطط الحل. يعني الفكره الثانيه فكره هو ورك ستيشن ولا سيرفر، سؤال ثالث لازم هتسال نفسك ليه. والفكره هنا بكل بساطه ايه، بيقول لك يعني انت لو انا عندي ايميل بحاول ان انا استخدمه وعندي مشكلة ومشغل الاوتلوك كبرنامج عندي على الكلاينت بتاعي، جيت انت قلت لي طب ايميلك ايه، هقول لك مثلا ايميلي ياسر ات عرب هاردوير دوت نت مثلا. طيب هتيجي تقول لي اوكي، قبل ما اسأل قبل ما ابدأ احل وابص على الاوتلوك بتاعك ممكن اسأل احمد، احمد انت الايميل بتاعك ايه، هيقول لي احمد ات عرب هاردوير دوت نت. طب احمد ايميلك شغال ولا مش شغال، القصة معاك شغالة كويس ولا لا، هيقول لي والله لا تمام وما كونكت على الايميل سيرفر وتمام، يبقى المشكلة مشكلة ورك ستيشن الراجل ده. انما لو كان عندي مجموعة من الناس مجموعة ايميلات مش قادرة تكونكت على الايميل سيرفر يبقى المشكلة في السيرفر مش في الورك ستيشن. دي يمكن فكرة مهمة برضه. النقطة التانية هي نقطة السؤال الرابع، هل انهي نتورك الافكتد، يعني المفروض ان انا ابقى عارف انهي سبنت اللي وقع عندي، لان لو انا عندي اكتر من سبنت يبقى في مشكله خاصه بخدمه بتخدم على السبنتس دي كلها، في مشكله عندي. ممكن يبقى في جهاز مش قادر ياخد اي بي من دي اتش بي سيرفر مثلا. طب الدي اتش بي سيرفر اللي هو بياخد اي بيهات منين، من سبنت معين، والدي اتش بي سيرفر بيخدم على هذا على هذه السبنت بسكوب معين. طب هل المشكله هنا في الدي اتش بي دوت ولا في دي اتش بي تاني، لا هتبقى في الدي اتش بي اللي بيخدم على هذه السبنت. برضو لو عندي وان لينك، لو عندي وان كونكشن ما بين تو نتورك ممكن اشيك على الوان كونكشن ما بين الاثنين، لو الوان شغال يبقى انا المشكله عندي في شبكه من الشبكتين وهكذا. حاجه من النقط الثانيه اللي بيقول لك خلي بالك منها الكابل او الكيبل، الكيبل بتاعك هل انت مستخدم الكيبل صح، ستريت اوفر او ستريت او كروس اوفر، طبعا كمان ميدي او ميديكس، يعني هل انت شغال الكابل مقطوع، هل في مشكله في الكابل او ما شابه. المشاكل الخاصه بالكابلات مفروض ان انا ابقى اوير بيها، يعني ابقى اوير مثلا بال
كروس توك، فكره ان ان السيجنال في التويستد بير في كابل ممكن تؤثر على سيجنال اخرى في كابل اخر، بمعنى اخر عشان كده بنعملهم تويستد، كل ما كانوا تويستد كل ما كان الكروس توك اقل. اي تداخلات لموجات كهرومغناطيسيه اي ام اي او راديو فريكوانسي انترفيرنس ار اف اي، تلفزيون، محطه راديو جنبك، كل الحاجات دي ممكن تاثر على اداء الكابلات. طول الكابل المعترف به رسميا زي مثلا 100 متر بتاع التويستد بير، اي حاجه اكتر من كده هيحصل حاجه اسمها اتنيشن او وهن، تصاب يصيب الكابلات. الكوليجنز وحلولها زي سي اس ام اي على سي دي، الحاجات دي مهم جدا ان احنا نبقى عارفينها ونبقى واخدين بالنا منها واحنا بنشوف الكابل، وبنتاكد هل الكابل مصاب بعطب معين وهو ماشي في الممرات بتاعته في الحيطه وهكذا. قال لك بما اننا بنتكلم على الكابل فانت برضو مش دايما بنستخدم كابلات، ممكن بنستخدم شبكات وايرلس. فالشبكات الوايرلس يعني هتضيف بعض المشاكل للشغل بتاعها، من ضمنها الانترفيرنس، الانكوريكت شانل، ان انا استخدم شانل مختلفه، فريكوينسي مختلفه عن اللي بيدعمها الكارت النتورك او الاكسس بوينت بتاعي، استخدام باسورد مختلفه، انا شغال ويب والاكسس بوينت شغال ويب، الحاجات دي كلها. طبعا هنا بيقول لك الغي السكيورتي مثلا من الاثنين وشوف هل في كونكشن بيحصل، لو في كونكشن بيحصل اذا السكيورتي هي اللي فيها مشكله، انت مش مظبط الاثنين بان هم يبقوا متوافقين مع بعض، بيستخدموا نفس مثلا اسلوب التشفير او اسلوب السكيورتي المتبع عليه. يعني لو اثنين مثلا دبليو بي اي خلاص. من ضمن الحاجات الديستنس، المسافه، برضو المسافه، في مسافه حد معين للمسافه وبعد كده خلاص السيجنال الوايرلس بيبقى عديم القيمه. وضع الانتنة او الاريال بالخاص بالاكسس بوينت او بكارتة النتورك لو كانت مرفق معها انتنة، وضعها فين، هل انا لازقها في حيطة بحيث الارسال بتاعها كله ضايع بسبب وجود حائط خرساني وراها مثلا، الحاجات دي كلها لازم ان انا احطها في حساباتي. من ضمن الستيبس اللي قال لك بقى عشان نعمل الترابل شوتينج مظبوط، المفروض يبقى عندي مجموعه ستيبس انا اعملها. اول حاجه تجميع المعلومه زي ما قلت، يمكن ديت انت عليها، اللي قلت انت ممكن تسال اليوزر ايه اللي عمله. الحقيقه اليوزر ممكن يجي يقول لك انا مش قادر اخش على الويب سايت مثلا، على الهوت ميل. انت هنا لازم تساله هل هو الهوت ميل فقط ولا كل الويب سايتات، ده السؤال اللوجيك بتاعك. هل في تايب من الويب سايت مثلا اللي بتنتهي دوت كوم فقط ولا او دوت كوم دوت اسم الدوله مثلا دوت اي جي ولا المشكله عامه؟ هل انت نفسك ادمنستريتور لما بتقعد على جهازك بتستخدم الويب براوزر بتاعك بيشتغل ولا لا؟ طب الويب براوزر اللي هو شغال بيه العميل بتاعي ده، او مش هنقول العميل بقى، ده الموظف معاك في الشركه وانت بتوفر له التكنيكال سبورت باعتبارك نتورك بلس، فانت ما وصلتش لسه ان انت تبقى ادمنستريتور نتورك بالمناسبه. ممكن تقول له طيب جرب انك انت تخش ب اف تي بي كده على اي حاجه، انت بتحاول تجرب تشوف هل المشكله في الاتش تي تي بي او في الويب عموما، ولكن هو في اتصال انترنت بيسمح له ان هو يشغل تورنت، يشغل اي حاجه. طبعا تورنت هتكون انت قافلها او الادمنستريتور بقى هو اللي قافلها من خلال الفايروول. المهم اشوف الانفكتد اريا بتاعتي ايه، الويب سايتس، السب نت بتاعتي اللي فيها الراجل اللي عنده مشكله، هل كل السبنت دي فيها مشكله ولا الراجل بتاعي ده بس؟ دي خطوه برضو تعتبر رقم اتنين ومهمه جدا. الخطوه الثالثه ان انت تسال اليوزر وتسال نفسك، والله الحاجه اللي انت بتقول انا مش قادر بعملها دلوقتي، هل كنت بتقدر تعملها زمان ولا انت دي حاجه جديده عايز تعملها ممكن ما يكونش ليك بريفليج ان انت تعملها؟ من ضمن الأسئلة برضو اللي ممكن تسألها، انت ايه اللي غيرته يا يوزر في السيستم عندك، هل نزلت حاجة، هل شلت حاجة،
حد نصحك تحط مثلا فاير وول سوفت وير مثلا وراح بوظ لك الدخول على النت، الفكر ده كله لازم يبقى موجود عندك. هل اليوزر اللي جنبيه اللي معاه في نفس السبنت عندهم نفس المشكلة ولا لا؟ دي النقط دي مهمة جدا، ودي بتبقى خطوة رقم 3 نقدر نقول انت عمال بتجمع فيها المعلومة. بعد كده لازم تتأكد هل بيسموها البورتابل كوزز او الاسباب اللي ليها علاقة بالبورت، هل هي السبب ولا لا؟ الحقيقة هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انت المفروض بعد كده دلوقتي تسأل نفسك ايه، تسأل نفسك هل البورت سبيد بتاع يعني الانترفيس، خليني اقول لكم كده، يعني انت هنا ادي يوزر وادي السويتش مثلا، او اللاوت ده انترفيس وده انترفيس، ده انترفيس كارتة النتورك عند اليوزر وده انترفيس السويتش. الانترفيس ده او البورت دوت مهم جدا ان احنا نتكلم عنه. اولا بورت سبيد، ما انت لو هنا قايل للسويتش انت تشتغل 100 فقط، وجا هنا قلت له انت تشتغل وهو ده الكارتة النتورك دي شغاله 10 اوريدي، مش هيقدروا يكونكتوا مع بعض، لان انت كده لغيت موضوع الاوتو كونفيجريشن او الاوتو سينسنج. فالسبيد هنا انت حددتها على السويتش مثلا، ودي ممكن تتعامل بامر بسيط جدا، انت تقول للسويتش انت ما تشتغلش غير 100، فمش هيعرف يكلم 10، انما لو انت سايبه شغال 110 هيعرف يكلم 10. فقال لك البورت سبيد. البورت دوبلكس، انا ممكن هنا اقول له انت تشتغل هاف دوبلكس، واجي هنا اقول له انت تشتغل فول دوبلكس. طبعا هاف دوبلكس مع فول دوبلكس مش هيعرفوا يتكلموا مع بعض. الانكوركت في لان، انا ممكن هنا اكون عامل الانترفيس ده ان هو تابع لفي لان 2، والاي بي ادرسز بتاعت في لان 2 هي 10.0.0.0، وجاي هنا مدي الكارتة النتورك دي 11.0.0.1 بتاعت في لان 3، فانت كده انكوركت في لان نمبر موجود على الانترفيس. برضو دي نقطة مهمة جدا لازم اتأكد منها. الاي بي ادرس واضح ان هو غلط، كمان ممكن يبقى فيه رونج جيت واي او رونج دي ان اس او رونج سبنت ماسك. احنا عاملين سبنتنج وانت بتدي له السبنت العادي بتاعه اللي هو سلاش 4.8 او 16 او 24، يعني 255 تلات اصفار مثلا، انما هو مثلا ممكن يكون الشبكة دي الكلاس ايه معمول لها سبنتنج، ف 255 254 0 0 مثلا، الحاجات دي ناخد بالنا منها، هي اللي بتسبب المشاكل برضه بشكل كبير جدا. الخطوة اللي بعديها قال لك دي خطوة بتبقى بيوند الشغل بتاعنا، لكن احيانا بيبقى مطلوب انك انت تبقى عارفها يعني، ولكن هي بيوند او خلف بره المنهج بتاعنا. قال لك المشكلة ممكن تبقى في سويتش لوب، ممكن يبقى في سويتش لوب، يمكن اتكلمنا على سويتش لوب، ممكن يبقى في راوتينج لوب، اتكلمنا عن الراوتينج لوب، قال لك ممكن يبقى فيه برودكاست ستورم. الحاجات دي كلها برضو لازم اخدها في نظر الاعتبار، واشيك على كابلاتي واتاكد من القصه ماشيه ازاي، اتاكد انا الراوتينج بروتوكولز اللي مشغلها ايه. وهنا طبعا وصلنا لنقطه احنا اتعرفنا على الراوتينج بروتوكولز، بس خلاص ما خدناش بقى تفاصيلهم قوي علشان نقدر بعد كده نحل ترابل شوتينج بتاعهم، عشان كده بيقول لك الخطوه دي بيوند الموضوع بتاعنا. المفروض بعد كده معمل اكشن بلان، معمل خطة هرد هحل بيها المشكلة، خصوصا لو كانت بتخص سبنت كاملة مش يوزر واحد او مجموعة اجهزة. الخطة دي ببدأ انفذها وبحل بيها المشكلة بتاعتي. بعد كده المفروض ان انا وانا شغال بعد كده المفروض ان انا يعني بعد ما خلصت اعمل تيست للسوليوشن بتاعي، والله لو حل المشكلة وتمام مكتب النتيجة دي في ورقة وبكتب اللي انا عملته ايه، وبعمل دوكومنتيشن بالمشكلة عشان لو قابلتنا تاني بتفاصيلها كاملة، عشان لو قابلتنا تاني نقدر نبقى عارفين حلها بكل بساطة، نرجع للدوكومنتيشن بتاعنا. الدوكومنتيشن ده ممكن يبقى ورق، ممكن يبقى على جهاز كمبيوتر داتابيز انا عاملها صغيرة كده، وطبعا مفيش حد بيعمل الكلام ده مع الاسف، والدوكومنتيشن امر منسي خالص في منطقتنا يعني. ودي مشكله الحقيقه، او واحد يجي يقول لك انا ماشي هاخد الدوكيومنتيشن معايا، دول ايه مزعلني اصحاب الشغل والكلام ده، ويسيبهم لايسي. فطبعا المفروض ان يبقى في حاجه اسمها سكيورتي بوليسي، دوكيمنت اكبر يعني، ممكن يخلي الراجل ده يخش السجن لو هو ما سابش الدوكيومنتيشن بتاعه، بس الكلام ده زي ما قلت مع الاسف مش موجود في منطقتنا.
ولكن الدوكيومنتيشن مهم جدا، لان هيفيدك، هيفيدك انت وهيفيد غيرك لما تيجي بعد، لما يجي يستلم بعد كده. ولو كل الناس عملت كده، حضرتك اكيد طبعا لما هتسيب الشغل مش هتروح تقعد على قهوة، انت هتروح تشتغل في شركة تانية بتحل مكان واحد تاني المفروض يكون عامل زيك وعامل دوكيومنتيشن وبيسيبها لك، فبالتالي هو بيسهل عليك برضو. يعني ما فيش حد بيفهم الكلام ده، ماشي. الحقيقة في بعض التيبس الأخيرة اللي نحب نتكلم عليها، هم حاطينها بحيث تبقى زي يعني زي كده ملاحظات أو تركات أو نصائح بمعنى آخر، برضو نحب نتكلم فيها. النصيحة الأولى don't overlook السمول ستاف، يعني ما تقولش السمول ستاف اللي انا اتكلمت عليها في البدايه دي حاجات ايه يا عم، بتتكلم على النتورك ترابل شوتينج وتقول لي الكابل واقع، ايه الكلام دوت. قال لك طبعا الكلام ده ما ينفعش انك انت ايه تستهين بيه. يعني إيه، اعمل بايوريتي للمشاكل اللي عندك. افرض ان انت صدفتك اكتر من مشكله، يا ترى الاولويه لانهي مشكله تتحل. دايما بنقول المشكله اللي بتأفكت او بتاثر على كل الناس او على او نقدر نقول توتال نتورك فيلير، يبقى في الحاله دي هي دي اللي ليها البيوريتي رقم واحد. بعد كده بارتشر نتورك فيلير او جزء من النتورك، سمول جروب اوف يوزر هم اللي افكتد بالموضوع، يبقى دول البيوريتي رقم اتنين. بعد كده ممكن نقول سمول نتورك فيلير، مجموعه صغيره جدا مش عده مجاميع، يعني خلينا نقول كانت عده مجاميع دلوقتي بنتكلم على مجموعه صغيره جدا 3 أو 4، يبقى كده دي البيوريتي رقم 3. سنجل يوزر عنده مشكله، دي بيوريتي رقم 4، وهكذا. اذا هي الفكره ماشيه بالترتيب، لو انا صدفتني اكتر من مشكله هحل المشكله اللي بتخص الناس كلها، ثم بعد كده مجموعه عده مجاميع من الناس، ثم مجموعه من الناس، ثم سنجل يوزر. دايما تشيك السوفت وير كونفيجريشن، القي نظره على الدي ان اس كونفيجريشن على الهوستس فايل، خصوصا عشان نحل موضوع الفيشنج لو كان في فيشنج معمول لك على الهوست فايل بتاعك. الريجستري يتشيك عليه هل حصل فيه، الايفنت فيور طبعا في الويندوز، وطبعا كل الكلام ده كسوفت وير تشيكينج سوفت وير كونفيجريشن هتعرفوه اكتر يمكن لما تاخدوا كورس، بفضل دايما ان هو بتاخدوه بعد النتورك بلس، وهبكلمكم عن النقطه ديت بعد شويه. مالكش ما يعني don't overclock the physical conditions، برضو القي نظرة على الراك اللي فيه مثلا الديفايزز بتاعتي، المفروض بيبقى مكيف، يا ترى التكييف بتاعه التمبريتشر بتاعتي ايه، درجة الحرارة بتاعتي ايه، الهوميديتي، الباور بروبلمز، كل المشاكل ديت اللي ليها علاقة بالموضوع فيزيكلي او حاجة ملموسة بالايد برضو لازم القي نظرة عليها. برضو مش ما 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 لازم اخلي بالي من موضوع الكيبل بروبلمز، ممكن تبقى المشكله مشكله كيبل مش متقرش كويس، مقطوع في حته معينه، داخل في انترفيس او بورت في السويتش او في الراوتر غلط، مش هو ده اللي احنا عايزينه. تشيك فور فيروسز، اتاكد من الفيروسات بشكل كويس. الحقيقه بالنسبه للجزئيه اللي كنت بتكلم فيها، طيب المشكله اللي كنت او النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها، ان بعد ما خلصنا النتورك بلس المفروض ايه اللي انا عندي اقدر اعمله، او انا مرشح لكم ايه. الحقيقه هو ده ممكن يكون اخر فيديو يعني حاضر اعمله، لان هبقى مشغول الفتره اللي جايه، ما اعتقدش ان انا هعمل فيديوهات تاني. النتورك بلس بالنسبه للعرب هاردوير دوت نت، عندكم بعد النتورك بلس تقدروا تتعاملوا مع الويندوز اكس بي. معلش هو هتقولوا لي ده نزل بعديه في فيستا ونزل بعديه ويندوز 7، اوكي مفيش مشاكل، ولكن الويندوز 7 الويندوز اكس بي الكورس اللي موجود في عرب هاردوير دوت نت اللي كان بداه مهندس احمد جوده وانا كملته، انا اتكلمنا فيه حطينا فيه حاجات كتيره قوي، يعني هتلاقوا حاجات بتفيدكم حتى بعد كده لما تدرسوا السيرفر وتدرسوا الانفراستراكشر وشغل الام سي اس اي، هيبقى مفيد قوي بالنسبه لكم. ممكن بعد كده عندك كمان كورس السيرفر، واعتقد سيرفر بقى 2003
والانفرا والاكتف هتلاقوا في عرب هاردوير بمهندس احمد سرحان، عامل شغل جميل جدا طبعا، غني عن التعريف. في نفس الوقت ممكن كمان اروح لكورس السي سي ان ايه، كورس السي سي ان ايه هلاقي فيه فيديوهات جميله جدا عاملها مهندس محمد سمير، وفي نفس الوقت انا لو في توبكس لسه ما اتغطتش انا مغطيها كنت في برضو في المنتدى. فبالتالي ده الشكل الكامل بتاعك، لو خلصته انت كده هتبقى راجل مهيئ ان انت تبقى ادمنستريتور نتورك بقى، وليس فني زي ما بيوصلك النتورك بلس. النتورك بلس عمره ما هيخليك انك انت تبقى ادمنستريتور نتورك طبعا. دي كانت يعني النصيحة اللي أنا مديها لكم. طبعا في انستراكتور تانيين وناس أفاضل تانيين برضو ممكن تشوفوهم في كورسات مهندس محمد عزت في السي سي إن إيه، في مهندس عادل، وفي ناس كتيرة أوي الحقيقة، يمكن مش جاية أسمائهم معايا دلوقتي، في عرب هاردوير برضو في قسم مايكروسوفت هتلاقوا عاملين شغل جميل جدا برضو ممكن تطلعوا عليه. خلينا أديكم بس سيناريو أخير كده نتكلم فيه وننهي المديول دوت ونبقى نهينا كورس النتورك بلس. السيناريو سي ان انا عندي يوزر هنا، وادي سويتش، وادي سي دي اس ال مودم، خلينا نبسطها. والسويتش ده كان سويتش سيسكو على فكرة. اليوزر هنا بيقول لي انا عندي مشكلة، انا مش قادر اخش على النت. طيب اول حاجة هفكر فيها ايه؟ ايه رأيكم اول حاجة افكر فيها ايه؟ انا محتاج افكر هل الكابل فيه مشكلة ولا لا. طيب علشان اقدر اعرف الكابل فيه مشكلة ولا لا، انا ممكن اعمل بينج على اي جهاز اخر. سي عندي جهاز وجهاز هنا، هعمل بينج على ده واعمل بينج على ده، او بينج على واحد فيهم، بس لو واحد فيهم ما ردش اجرب برضه على التاني. الحقيقه لو واحد فيهم رد يبقى خلاص، يبقى الكابل شغال وبعت 4 باكت هنا ورجعوا، يبقى الكابل ما عنديش فيه مشكله. لو ده ما ردش هجرب في التاني، ما ممكن يكون الكابل ده هو اللي بايظ. والله رد يبقى خلاص، يبقى انا ما عنديش مشكله، بس كمان ممكن عرفت ان في مشكله عند الراجل ده. ولكن لو ده ما ردش وده ما ردش يبقى انا كده عندي مشكله في الكابل، مع العلم ان انا اكون شيكت الاول عرفت ان الاي بي ادرس هنا سي ان هو 10.001، فانا بكلم ناس معايا في نفس السبنت المفروض. دي اول نقطة لازم اتأكد منها، ما يبقاش ده 11.001 وتقول لي ده مش بيبنج على ده. طب ما هو لا، مش مشكلة كابل، دي مشكلة اي بيهات. برضو النقطة التانية اللي هبقى عايز بقى اتأكد منها، الديفولت جيت واي هنا، الانترفيس هنا بتاع الدي اس ال مودم، المفروض ان هو مثلا واخد 10.0.138، فيا ترى هل انا قادر ان انا ابنج عليه ولا لا؟ لقيت نفسي ببنج عليه، الله، طب المشكله كده فين؟ المشكله كده طلعت بره سوفت وير، يكون مثلا ويندوز بايظ ولا حاجه، او البراوزر بتاعي طلعت بره مشكله الكابل، طلعت بره مشكله ان انا ما كونكت، انا ما كونكت داخل اللام بتاعتي عادي جدا، ما كونكت بالدي اس ال مودم، فالمشكله بقى ايه؟ بتبقى في الدي اس ال مودم. هقول لك اوكي تعال نجرب حاجة تانية، تعال نجرب ان احنا نعمل مثلا NS lookup على www.arabhardware.net. والله انا مشايك على مين؟ مشايك على الدي ان اس سيرفر اللي موجود عند الانترنت سيرفيس بروفايدر، قادر يحول الاسامي الاي بي هات ولا لا؟ فلو اداني الاي بي ادرس بتاع عرب هاردوير دوت نت، طبعا انت الكلام ده كله بتعمله في السي ام دي بتاع الويندوز، والله قادر يعمل ده، يبقى انا كده المشكله مش مشكله دي ان اس، ولكن هي مشكله موجوده عند السيرفيس بروفايدر في حاجه معينه عنده. ممكن كمان لو ما ردش يبقى لا، ده المشكله عنده في الدي ان اس هنا، او الحقيقه ممكن يبقى في مشكله تانية، ممكن يبقى انت حاطط الدي ان اس كونفيجريشن على الجهاز ده غلط. كل ده اسلوب من الاساليب اللي انت ممكن تفكر فيها خطوه خطوه، فكر بلوجيك. ممكن يجي لي واحد يقول لي انا كارتة النتورك اللوكال اريا كونكشن جراي كلها معايا، ممكن اقول له والله في حد لعب لك في الريجستري، نزلت انت ابلكيشن لعب في الريجستري بتاع الويندوز. موضوع واسع جدا وممكن يبقى له تفاصيل كتيرة جدا. اشوفكم على خير واتمنى لكم التوفيق دايما في حياتكم بإذن الله.